بداية دكتور، لو اتكلمنا عن المساعدات اللي وصلت لغاية دلوقتي لأهلنا في غزة، أبرز الدول اللي ساهمت في إرسال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، أبرز الحاجات اللي كانت الأهالي محتاجاها إيه هي؟ هو بالنسبة لأبرز الدول اللي جابت مساعدات، طبعا في دول كتير منها دول عربية زي تونس، الإمارات، قطر، في تركيا، في منظمة الصحة العالمية طبعا جابت برضو بجانب الدول، في باكستان، في الهند، امبارح الجزائر كانت جايبة طيارتين، بالإضافة لكده التحالف الوطني وحياة كريمة جايبين مساعدات بلغت يمكن 146 تريلا، الهلال الأحمر المصري طبعا بيشارك برضو بمساعدات بلغت إلى الآن 80 أو دخلت على 90 شاحنة جاية من مختلف المحافظات ومن محافظات تانية من دول تانية كمان بري. فيعني في ملحمة وتكاتف كبير لإيصال المساعدات لغزة، مش من بس من دول عربية ولا حتى من دول أوروبية، لكن أيضا من داخل مصر في منظمات مجتمع مدني كتير وأحزاب سياسية بتحاول إن هي تشارك في إيصال تلك المساعدات لغزة عن طريق الهلال الأحمر المصري.